السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. متابعينا الكرام متابعتنا الكريمات، مرحبا بكم مجددا في قناتكم ميزات. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، خاتم الصحة والعافية. عدنا إليكم مجددا متابعينا الكرام بعروض بيم الوطنية ليوم الجمعة 22 مارس 2024 في جميع المحلات. بقى معنا حتى الاخر باش تكتشفوا جميع المنتوجات اللي كاينين في هذا العرض هذا. قبل ما نبداو كنبغي نشكركم كما العاده على التشجيعات ديالكم، التعليقات ديالكم زوينين، على المشاركة ديالكم وتجاربكم معنا. الله يجازيكم بخير، شاركونا التجارب ديالكم، راه كنستافدوا منها بزاف وكيستافدوا منها حتى المتابعين. واللي اول مره يزورنا في القناه طبعا يشتركوا في زر الجرس باش ديما يوصلوا الجديد وما يفوتوا حتى عرض ان شاء الله. ما تنساوش تشجعونا بالضغط على الزر ديال الاعجاب، راه كيعاوننا بزاف باش يطلع الفيديو. ونبداو على بركه الله متابعينا الكرام. كاين اول منتوج معنا متابعينا الافاضل، واحد التلفاز ذكي سمارت تي في فول اتش دي 40 بوصه من لايف ماكس، هذا اندرويد تي في متابعينا الكرام. الوضوح ديال الشاشه 1920 على 1080، فيه الويفي انتيغري، ما تحتاجش انكم تبرونشيو معاه كلي ويفي، راه فيه الويفي الداخل. كيهز حتى 10000 قناه متابعينا الكرام. ممكن تخدموا فيه جميع التطبيقات اللي كاينين في البلاي ستور او في جوجل بلاي كما كتشوفوا معنا، تويتر، فيسبوك، يوتيوب. اي تطبيق عندكم في الهاتف راه يخدم لكم في هذه التلفازه هذه، وكيخدم لكم حتى تي ان تي متابعينا الكرام، ممكن تخدموا فيه حتى تي ان تي. بالنسبه لهذا التلفاز هذا كما قلنا راه 40 بوصه، النمره 40، كيجي بهذا التيليكوموند هذه بهذا الديزاين هذا، والتلفاز بهذا التصميم هذا، ممكن يجي واقف بهذا الشكل هذا فوق الطبله مثلا، واذا بغيتوا تعلقوه في الحيط راه يجي بهذا الشكل هذا متابعينا الكرام. كما قلنا من لايف ماكس اندرويد تي في، الثمن 2000 درهم، 40000 ريال متابعينا الكرام لهذا التلفاز هذا ديال 40 بوصه. وكما كتشوفوا معنا متابعينا الكرام راه كيبان بوضوح. كاين ايضا معنا متابعينا الكرام واحد البيجامه للاطفال من فلورا مود ديال الاولاد، جايه بهذا التصميم هذا وبهاد اللوينات متابعينا الكرام، جوج قطع، طاي من 5 حتى 12، من 5 سنين حتى 12 سنة، هادو 95% بوليستير، وكيجيو بجوج لوينات، كاين هاد اللوين هذا وكاين هاد اللوين هذا كما كتشوفو معنا متابعينا الكرام. بالنسبة لهاد البيجامة هادي فراه دايره 65 درهم، 1300 ريال، هاد البيجامة للأولاد، وكاين معنا حتى ديال البنيتات متابعينا الكرام، بنفس لي طاي من 5 سنين حتى 12 سنة، من فلورا مود، 95% بوليستير. كاين هاد التصميم هذا بهاد اللون هذا، وكاين هاد اللوين هذا ايضا واحد التصميم متابعينا الكرام. بالنسبه لحتى هاد البيجامه هادي فراه دايره 65 درهم، نفس الثمن 1300 ريال متابعينا الافاضل. وكاين ايضا معنا واحد الكاميرا للاطفال من كيوي بيبي باش تراقبوا الطفل ديالكم مثلا الا خليتوه في البيت ناعس او هادي، كتكونيكتيوها مع التليفون ديالكم، ممكن تراقبوه عن بعد متابعينا الكرام كما كتشوفوا معنا في هاد الصور الموضحه. بالنسبه لهاد الكاميرا المميز فيها انها كتحرك اوتوماتيك، يعني كتبع لكم الدري حتى الى تحرك، فكتحرك معاه العدسه ديال هاد الكاميرا هادي، وفيها حتى المود ديال الليل، يعني واخا يكون ظلام كتعطيكم صوره واضحه. وكما كتشوف معنا راه جايب هاد التصميم اللي عصري من كيوي بيبي. بالنسبه للثمن فراه دايره 220 درهم، 4400 ريال متابعينا الكرام هاد الكاميرا هادي ديال المراقبه ديال الاطفال. كاين ايضا معنا متابعينا الكرام سرير للاطفال من دويرتي، هاد المطلة هادي 60 على 120 سنتيم، والعلو ديالها 12 سنتيمتر، جاية بهذا الشكل هذا، 5 سنين ديال الكارونتي متابعينا الكرام. مرجو من المتابعات ديالنا اللي تبقاو مجربوها يشاركونا التجربة ديالهم، حيت راه ديجا تجابت، يشاركونا التجربة ديالهم الله يجازيهم بخير. بالنسبة للثمن فهاد المطلة هادي دايرة 4000 ريال كما كتشوفوا معنا، 200 درهم، الثمن ديالها صراحة كيبان زوين، إذا كانت الجودة ديالها زوينة فراه ثمنها زوين متابعينا الكرام. بهذا اللوين هذا كما كتشوفوا معنا راه كتبان بوضوح. كاين أيضا معنا متابعينا الكرام واحد المزدقة للأطفال من بيلسان كما كتشوفوا معنا، ممكن يستعملوا الأطفال من 24 الفوق، من عامين الفوق، في المقاييس ديالها فيها 126 على 59 على 71 سنتيمتر، راه بلايابل، ممكن تطويوها إلا بغيتو تجمعوها بهذا الشكل هذا. بالنسبة للثمن فهذه راه دايرة 300 درهم، 6000 ريال متابعينا الكرام، متوفرة بهذا اللون هذا اللي كتشوفوا معنا، وهذه راه مصنوعة من البلاستيك. كاين أيضا معنا أرجوحة ديال الأطفال على شكل تمساح من نفس الشركة، 3 سنين الفوق،
باش يستعملوها الأطفال فيها في العلو 38 سنتيمتر، طول فيها مترو فاصل 4، والعرض فيها 43 سنتيمتر من البلاستيك. بالنسبة للثمن فهذه راه دايرة 150 درهم 3000 ريال، وممكن يركبوا فيها حتى 3 ديال الأطفال، فيها 3 ديال الأماكن كما كتشوفوا معنا في هذه الصور. وكاين معنا واحد العربة ديال التسوق لعبة للأطفال، حتى هي بلاستيكية من عامين الفوق، 46 سنتيم في العلو ديالها ب 70 درهم 1400 ريال، حتى هي من بيلسان كما كتشوفوا معنا من نفس الشركة. وكاين آخر منتج معنا في هذا العرض هذا واحد الدراجة للأطفال من بيلسان أيضا، كتجي باللون الأزرق وكاين باللون الأحمر. متابعنا الكرام، كتحمل حتى 35 كيلوغرام، البيدال ديالها جاي في العجلة الأولى، والكرسي ديالها جاي بهذا الشكل هذا. متابعنا الكرام، كما كتشوفوا معنا هاد الدراجة للأطفال، بالنسبة للثمن فهذه راه دايرة 130 درهم 2600 ريال، وكما كتشوفوا معنا راه جاية بهذا التصميم هذا. متابعنا الكرام، متابعتنا الكلمات، هذا هو آخر منتوج معنا في هذا العرض هذا. كما تابعتوا معنا عرض خاص بالأطفال زائد تلفاز ذكي. نتمنى أن هاد العروض يكونوا عجبكم وتكونوا استفدتوا معنا، ونكونوا قدمناهم بطريقة سهلة ومفيدة. بالنسبة لهاد العروض غيكونوا ابتداء من يوم الجمعة 22 مارس 2024 في جميع المحلات عروض وطنية. اللي سبق له جرب أي منتج من هاد المنتوجات يشاركنا التجربة ديالو ونستافدو جميعا. وبالنسبة اللي ديما كيزورنا مازال ما يشترك يشترك، يفعل زر الجرس باش ما يفوتو حتى عرض وديما يوصلو الجديد. أيضا ما تنساوش تشجعونا بالضغط على الزر ديال الإعجاب وتبارطاجيو هاد الفيديو مع الأحباب ديالكم باش يوصل لأي شخص كيهتم بهذا النوع ديال المحتوى وكيهتم بالعروض ديال المحلات في المغرب. نتمنى أننا نكون قدمنا هذا الفيديو بطريقة سهلة ومفيدة. نتلقاو في عروض أخرى متابعينا الكرام وفي ميزات أخرى. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.